صفوف الطوابير الطويلة في الاستفتاء وما إلى ذلك وحثها على المشاركة، لكن ساعة الجد لما يجي للتصويت يعني هقول لك حاجة، نسبة كبيرة بدأت تغير وجهة نظرها، لكن طبعا في نسبة لسه متمسكة ولسه في كمان إيه يعني فلان احنا عرفناه فخلاص خلينا نجيبه تاني. الموضوع ده لازم يحصل فيه تغيير، لازم نشتغل عليه كويس جدا، لازم نثبت ان احنا قد المسؤولية. الحمد لله المرأة قد المسؤولية ومش عايزة تثبت، هي بس عايزة تبين وعايزة تاخد فرصتها كمان من المسؤولين اللي يدوها الفرصة دي، يثبتوا للناس ان المرأة فعلا يدوها المواقع القيادية اللي احنا بنتكلم عليها ويشوفوا هي قديرة ما يحصرهاش. المشكلة ان المسؤولين بيحصروا المرأة في حاجات معينة. يعني انا لسه عايزة اسألك يا استاذة حنان، هل بتلمسي انه هناك بعض القصور من قبل المسؤولين نفسهم، المسؤولين او قيادات مؤسسات الدولة المختلفة، ان هم مش قادرين يعتمدوا على المرأة بشكل كافي ويسندوا ليها وظائف قيادية كبيرة في الدولة؟ من الصورة في المجتمع. طبعا، انما هم عارفين ان المرأة قادرة جدا وقوية جدا لكن احيانا بيقول لك ايه، لا انا ما اقدرش احط ست في لانها هتاخد اجازات، لانها عندها ظروف، لانها هتاخد لا فبالتالي اريح لي ان انا اسند الموضوع ده لرجل، مع انه مش مظبوط. انا ببقى تعبانه جدا وانت بتبقي تعبانه جدا وبتنزلي شغلك وبتقدري توفقي بين ظروفك وبين شغلك وبين حياتك. انا بقول احنا لازم ناخد فرصتنا من القيادات اللي ماسكه البلد، كمان لازم يدونا فرصه، لازم يقولوا ان احنا فعلا عند حسن اختيارنا، ما يستثنوش. يعني انا اللي اعرفه بتجربه شخصيه قيادات اتنين، راجل وست، الاتنين في نفس الدرجه، واحد فيهم هيترقى، يا هي يا هو رقوا الرجل. لك الست اصلها بتاخد اجازات كتير، يا سلام، واحده وصلت لدرجه مدير عام هتاخد اجازات كتير، ولادها كبروا وخلاص بقت قادره على انها تتفرغ، لكن وجهه النظر اللي فيها نوع من الرجعيه لسه موجوده في المجتمع المصري لسه. طيب هي للاسف وجهه النظر دي في اجيال يعني يمكن صعب تغييرها دلوقتي، يمكن الامال معقوده على الاجيال الجديده. اهميه بقى ان المراه في البيت تاصل هذه المفاهيم لدى أبنائها، ده موجود، ده بتقوموا بيه في إطار نشاطاتكم المختلفة؟ طبعا احنا بندي ندوات وبندي توعية للأم ازاي توعي بنتها الصغيرة وابنها الصغيرة من الطفولة على ان هم يكون لهم دور ايجابي في المجتمع، مش بس ان هم مهمتهم في الحياة يقعدوا يذاكروا ويحفظوا وما يبقوش فاهمين ايه اللي بيحصل حواليهم. انت كده بتطلعيهم، ده بنعمل عليه ندوات كتير، بنشتغل عليه كتير جدا، ازاي انت تخلي ولادك عندهم حس سياسي وطني. على فكرة هو الطفل المصري بطبيعته بيتولد وجوه حب مصر، بيتولد وهو بيحب البلد، بيحب. انا اعرف ولاد صغيرين في كي جي 1 طلبوا مني حط لنا اغنيه مصر عشان خاطر يعني الولاد عندهم الحس ده. الام طبعا عليها دور مهم جدا، لما تقعد بس مش تفتح افلام كرتون للولاد، تقعد تفهمهم ايه اللي بيحصل حواليهم، ليه في انتخابات، ليه في تغيير حصل. طبعا الام عليها عامل مهم جدا، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، توعيه سياسيه للام، ازاي انت تنشئي الطفل واعي فاهم اللي بيحصل، ايه المتغيرات اللي بتحصل حواليه، ايه الظروف اللي احنا بنمر بيها، احنا ازاي نتعلم نبقى اقتصاديين في حياتنا، ازاي نبقى نتعلم نقول راينا. يعني الطفل لو ما تعلمش يقول رايه من صغره، ده طبعا هيبقى ما عندوش قدره على ان هو لما يكبر يدي رايه ويبقى مشارك فعال في المجتمع، ده طبيعي يعني. طيب استاذه حنان، الى جانب هذه التنشئه السياسيه الصحيحه اللي يجب على المراه ان هي تقوم بها، هناك ايضا عبء اخر وهو التنشئه الدينيه الصحيحه. يعني في ظل هذا اللغط او الخلط في مفاهيم الدين الاسلامي الصحيح ودعاوى التكفير وما الى ذلك، هل هناك يعني برضو توعية ما بتقوموا بيها للمرأة، ويعني وأعني تحديدا المرأة البسيطة اللي هي على قدر ضئيل من التعليم، ربما المرأة الريفية في المناطق الريفية في مصر، إن هي يعني تنشئ أبنائها على صحيح الدين الإسلامي وعلى تعليم الإسلام الوسطي؟ تقريبا بالنسبة لي أنا في المؤسسة كل أسبوع بعمل ندوة، عادة أنا بتعامل مع الفئة اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب، اللي بنشتغل لهم محو أمية، هما دول اللي بيحضروا معايا الندوات. كل أسبوع حاجة مختلفة، أسبوع بتبقى توعية صحية،
ازاي تحافظي على صحة ابنك، على نظافة البيت، على نظافته هو الشخصية، على نظافتك انت. اسبوع بيكون على التوعية النفسية، ازاي تربي الطفل نفسيا سليم، بيحب نفسه، بيحب المجتمع، بيحب اسرته. التوعية الدينية، ايه هي المفاهيم. طبعا كل اسبوع بنجيب حد متخصص، يعني من سواء كان من وزارة التضامن الاجتماعي أو المجلس القومي للمرأة، ما حدش بيتأخر. أنا لما بقول عايزة حد شيخ من الأزهر يجي يكلم الناس بيجي، عايزة حد نفسي دكتور نفسي أو علم اجتماع بيجوا، حقيقي ما حدش بيتأخر. كل أسبوع بنشتغل. طبعا أساسي إن إحنا لازم إحنا نربي طفل فاهم إيه دينه، عارف إيه الصح وإيه الغلط، عارف ايه اللي المفهوم الصح للدين، مش متطرف، مش ملوش اتجاه معين. توعيته الدين بتاعنا سامح، سماحة. احنا بندخل ولادنا كلنا مدارس، مدارس بتعلم، بس لازم شوية كمان المدارس يبقى فيها الدراسة، يبقى فيها توعية أكتر من كده. يعني كلنا متفقين، إحنا بنتكلم على التربية والتعليم، ما بنتكلمش على مدارس خاصة. متفقين إن حصة الدين فيها حصة موجودة، بس عايزين تركيز فيها أكتر من كده، لأن الأم مهما كانت، إحنا بنتكلم دلوقتي على الأم البسيطة، معظمهم بيشتغلوا، معظم اللي عندي ستات بسيطة بتشتغل عاملة، بتشتغل بياعة، بتشتغل ستات الجمال اللي أنا بحبهم جدا وليهم مكانة كبيرة جدا في قلبي. محتاجة كمان المدرسة في المدرسة تكون حصة الدين بتاعتها حصة أساسية، تكون حصة الدين بتاعتها حصة مش بس أحفظ الولد صورة في القرآن، طبعا مش بس أقول له حديث وتروح تحفظ الحديث ده وهسمعه لك وتمتحن فيه، لا، لازم يبقى فيها توعية أكتر من كده. لازم نحبب الطفل في إيه هو الإسلام، ويعني ايه معناه، ايه هو المتطلبات اللي عليه، ايه هو الواجبات اللي عليه، ايه هي اللي بيلاقيه لما بيتعامل صح، بيلاقي ايه، ربنا بيجازيه ازاي، والناس بتحبه ازاي، وازاي حب المجتمع وحب الناس ده اساس في الدين. اظن ان التربيه والتعليم لازم يكون ليها دور مهم في التوعيه الدينيه السليمه. طيب في اطار التوعيه، يمكن هرجع شويه لورا وهنتكلم عن حاجه هو استحقاق عدى بس الحقيقه اثاره باقيه معانا، وهو الدستور، يعني هو مستمر معانا لفتره. انت شايفه ان المراه قدرت تحصل على حقوقها؟ كان في قدرت تحصل على مميزات اكتر في الدستور اللي فات، ولا كان ليها مطالب اخرى؟ شايفه حضرتك بتضحكي. انا شايفه حضرتك بتضحكي جامد كمان. انا كنت متوقعه اكتر بصراحه. انا زعلت. انا هقول لك، انا كنت، انا حضرت اجتماعات كتير وانا زعلت وتحفظت على حاجات كتير. انت في البنود الخاصه بالمراه، دمجين المراه مع ذوي الاحتياجات الخاصه مع الشباب، انا كنت عايزه اكتر. انا كنت عايزه احنا اتفقنا بقى بعد ما لقونا زعلانين ولقونا محتاجين، ان هو هنعملها لكم ان شاء الله في المستقبل. بالظبط، ان ده دستور، ولكن في تطبيق الدستور هيكون في مواد اكتر من كده، واتعشم في ده، ولو ده ما حصلش مش هنسكت. انا بقولها لك بمنتهى الامانه، احنا عايزين. بس ما كانش في اي مميزات مثلا عن الدستور السابق؟ انا شايفه ان التغيير ما كانش كتير. هو في تغيير، بس مش اللي احنا كنا عايزين اكتر فيما يتعلق بالمراه تحديدا. يعني طبعا فيما يتعلق بالمراه، ما هو بصي انا هقول لك حاجه، المواد دي مواد المراه مدموجه مع ذوي الاحتياجات الخاصه مع الشباب، واخد بالك. طب ايه كانت الفكره؟ هو الدستور احنا يعني هو اتحط كده. يعني ايه المبرر اللي اتقال؟ لا، المبرر ده يتسال فيه اللي حطه الدستور. يعني مش، يعني انتوا ما خدتوش اي اجابات؟ لا، هو احنا بس كل اللي اتقال لنا ان في تطبيق مواد الدستور هيكون طبعا تطبيق المواد اكتر مجالا ان انت تحطي فيها الحاجات اللي انت عايزاها. فاحنا مستنيين تطبيق مواد الدستور يتطبق بالطريقه اللي احنا عايزينها وبالطريقه اللي توعدنا بيها. وانا بتكلم على اللي حصل في ايه، في اي مواد تحديدا يعني استاذه حنان اللي قالوا لكم لا عند تطبيقها هيتم يعني مراعاه وضع المراه فيه؟ يعني مثلا نسبه مشاركه المراه في الانتخابات، الانتخابات البرلمانيه اللي هي مثلا، يعني ده ماده من مواد الدستور. هنشوف بقى يعني. بس كان فيها جدل كتير جدا، كبير جدا، موضوع الكوتا. يعني في ناس بترفضها وفي ناس بتأيدها. انا عايز اعرف، انا يعني انا لحد الان انا مش عارفه هي وصلت لايه. لا، فكرة الكوتا في حد ذاتها انا مش مع الكوتا، مش موافقه عليها. يعني طيب، ما هو في الدستور الغوا الكوتا، ولكن يعني ابدلوها بعباره انه هيتم تمثيل عادل، يعني هيكون في تمثيل عادل للمرأة. انا عايز اعرف ايه بقى تمثيل عادل ومناسب. يعني ايه هو التمثيل العادل بقى؟
من وجهه نظرك انت شايفه ايه؟ لما احنا بنتكلم دلوقتي في حقوق المراه، ايه الفرق بين المراه والرجل؟ ليه الرجل يبقى فير يبقى ليه اي عدد والمراه يبقى ليها عدد؟ ايه هو ده ليه يعني؟ انا عايزه حد يطلع يجاوبني بس، يعني يعني ايه المراه يبقى ليها نسبه؟ يعني ايه نسبه؟ المراه حره، إيه ليه المراه تحدد لها نسبه؟ ده بالعكس، ده هو بيعتبر المشرع بيعتبر انه ده ميزه، ميزه ليكم لانه لو انتوا مثلا خاصه لان المجتمع يمكن لسه زي ما ذكرنا ما فيش ثقه شويه، فهو بيحفظ لكم زي ما او لو ما كانتش الظروف موائمه للمراه ان هي بمجهودها الشخصي تصل الى البرلمان، هيكون في دعم من من مؤسسه الرئاسه ربما. ما تقوليش انت ليكي نسبه، المراه هي اكتر من نص المجتمع، مش نص المجتمع، دي احصائيات. النسبه دي في صالحكم يعني، البعض بيعتبرها في صالح المراه، لان انتوا ممكن لو ما وصلتوش للنسبه ديت عن طريق الانتخابات هيتم الوصول ليها عن طريق ترشيحات. مين هم البعض اللي اعتبروا كده؟ المشرعين يعني المشرعين ماشي. انا بقول للساده المشرعين، يا ساده يا مشرعين، المراه اكتر من نص المجتمع اللي انتوا بتحددوا لها نسبه، كويس؟ وانا بقول للمشرعين لو انت قادر على انك تستثني المراه من من الانتخابات وريني هتعمل ايه. انت ما تقولش، انت خليها مفتوحه، ما تقوليش المرأة ليها نسبة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب. أنا عايزة أقولك إن النسبة اللي بنتكلم عليها دلوقتي دي اللي المشرعين حاطينها، أنا مش موافقة عليها، لازم تكون أكتر من كده، لازم تكون أكبر من كده، أو لازم ما يبقاش في حاجة اسمها تحديد نسبة للمرأة ولذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، مفيش حاجة. والباقي لمين؟ وبقيه النسب اللي موجوده هم لو سابوها مفتوحه يا استاذه حنان، انتوا ما بتوصلوش بقدر كافي للبرلمان. ما زال المجتمع ما بيوصلناش يعني. المجتمع هي هنا بقى بياتي دور بالزبط. المجتمع زي ما تحدثنا ان في عدم ثقه وما الى ذلك. طيب يعني خلينا في اطار هذه النقطه، انت شايفه ان هيبقى في سيدات هينزلوا الانتخابات البرلمانيه اللي جايه نسبه طبعًا. كبيره اكتر من قبل؟ لا، هتلاقي كتير كتير هيترشحوا. طب وجاي لك الثقه دي منين انه الانتخابات ديت ربما تكون مختلفه؟ انا الدوره اللي انا حضرتها المشاركة النسائية من البداية بتكون ضعيفة، المشاركة النسائية من البداية في الانتخابات بتكون ضعيفة وضئيلة، يعني عدد المتقدمات للترشيح للبرلمان بيكون عددهم قليل. لا، المرة دي هتلاقي عدد كبير، نعتمد على كده. انا واثقة، هقول لك ليه. انا الدورة اللي انا كنت فيها تقريبا كلنا نازلين، مفيش حد فينا مش هينزل، وكلنا متحمسين وكلنا عندنا اهداف وكلنا عندنا حاجات عايزين نوصلها، وكلنا ما عندناش قدروا يتواصلوا مع الشارع في المناطق الشعبيه والمناطق اللي احنا عايشين مع الناس اللي في الشارع. يعني انا بنزل من البيت الصبح برجع الساعه 10 11 بالليل. بس واثقين ان هم هيدوكوا اصواتهم في البرلمان يعني هيفضلوكوا عن رجال ربما مرشحين؟ المشكله مش مشكله هيدوني اصواتهم ولا لا، المشكله ان انا بقول لها شاركي، سواء كنت هتقولي او لا لفلانه او لسين من الناس، المهم انك تنزلي، المهم انك تشاركي، المهم ان انا اعرف انك رحتي واديتي صوتك فعلا. فما تقلقوش، لا، المشاركه عاليه جدا 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 ان شاء الله. اكيد. احنا بنشكرك الاستاذه حنان عمارة، رئيس احدى المؤسسات الخيريه والناشطه في مجال حقوق المراه، شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكم ان شاء الله. شكرا يا استاذه حنان، وبدون صوتنا صوتك وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي، ربنا يخليك، ان شاء الله خير. شادينا وقفتك.